الصراحة الدايت أنا شايف إن هو عبارة عن 5 محاور رئيسية، يعني أنا حابب إن ألقي الضوء عليهم. أي دايت مع اختلاف التعقيدات اللي دكاترة التغذية بتحاول توضحها. أول حاجة الدايت هو عبارة عن أكل صحي بمنتهى البساطة، أكل صحي بكميات معقولة، يكون فيه مثلا خضار، الفاكهة، البروتين، الدهون الصحية، الكلام ده ممكن احنا نتكلم عنه بشيء من التفصيل. تاني حاجة الرياضة، مش لازم فكرة الرياضة الشديدة والجيم، وممكن 30 دقيقة مشي يكفي في اليوم. العنصر التالت والمهم هو شرب المية، والعنصر الرابع هو النوم كويس، وآخر نقطة هي تقليل السكر والنشويات، ودي ليها تأثير رهيب جدا، لأن للأسف السكر مضر جدا في حتة إن هو بيرفع نسبة الأنسولين، والأنسولين هو المسؤول عن تكوين الدهون في الجسم. بس فأنا شايف إن دول 5 محاور. طبعا ال5 محاور دول كل حاجة منهم عايزك تتشرح بتفصيل شديد، بس دول 5 محاور السليمة لأي نظام دايت ناجح.